لا ده الحرف لا ده كده كده قال لي انا حرايه ده بقى حط لك كده كده حد ما خد الترابيزه بقى شويه كده خد الترابيزه بقى شويه خد يا عم حاسس رجلي خدها شويه كمان تمام مش هتقدرش تقوموا شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قناة النادي الأهلي وصالة السادس أكتوبر الشباب والرياضة لنقل فاينل دوري السوبر موسم 22-23 سيدات ما بين الأهلي والجزيرة. المباراة الثالثة في سلسلة البيست اوف فايف. تشكيل نادي الاهلي النهارده: شيكي ميرال اشرف، ناديل السلعاوي، سرايا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رامين جداوي، نوع الشتا، حبيبه محمد، يارا سما، جايده خالد. ده او عفوا يارا سما. ده تشكيل النادي الاهلي. القياده الفنيه طبعا للكوتش الغزال الكابتن طارق خيري. اما نادي الجزيره: كنزي خرشد، ايا الفقي، جنى وائل، حبيبه حاتم، ليلى حازم، كريمان صلاح، فاطمه هاني، رضوى سالم، تمارا نادر، جنى اشرف، فرح هشام، وياسمين هلال. القياده الفنيه للكوتش عمرو عاصم. حكام اللقاء النهارده: كابتن عمرو زاهد، كابتن مرام محمد، كابتن رنا خالد، ومراقب المباراه سياده اللواء يحيى زكريا. بالستارت لاين اب للنادي الاهلي: شيكي لميرال اشرف، نادين سلعوه، حبيبه بيكو، ورانيم جداوي. ده تشكيل او الستارت لاين اب اللي بادئ بيه كوتش طارق خيري في احداث هذه المباراة. جيم 3 في سلسلة البيست اوف 5 لفاينل الدوري لموسم 22-23. حضراتكم كان حامل لقب الموسم الماضي هو نادي سبورتنج، والموسم 2019-2020 كان هو آخر موسم استطاع النادي الأهلي الحصول فيه على لقب دوري السوبر سيدات. الستارت اللاين اب للجزيرة: آية الفقي، رضوى سالم، وكنزي خرشد، كنزي خرشد رقم دبل زيرو، حبيبه حاتم، وفاطمه هاني. ده الستارت اللاين اب اللي بادئ بيه كوتش عمرو عاصم. رنيم جداوي واحده من نجوم النادي الاهلي في جيم 2، 18 بونت، هي توب سكورر فريق النادي الاهلي في جيم 2. اما رضوى سالم 27 نقطه في احداث جيم 2، هي توب سكورر مع فاطمه هاني 20 نقطه. بعض الاحصائيات هنبلغها لحضراتكم في احداث المباراه. وعلى بركه الله الجامبول الاول ما بين رنيم جداوي ورضوى سالم والكابتن مرام على الجامبول. حيازه لصالح نادي الجزيره عن طريق حبيبه حاتم في الدرايف. حبيبه صراع قوي ودفاعات توصل لرضوى سالم. رضوى تقلب الملعب على طول، ايه الفيه، ايه الفاطمه هاني، هاني فاطمه في الدرايف بالبنتريشن، كيك اوت لكنزي، كنزي على 3 بوينت لكن لا تستطيع التسجيل. تلم على طول ميرال اشرف، سلم نادين سلعوه، قطعلها ميرال مره ثانيه واولى النقاط. تنجح ميرال في تسجيل اولى نقاط المباراه. 2-0 لصالح النادي الاهلي عن طريق ميرال اشرف. ضغط النادي الاهلي في نصف ملعبه. كنزي خرشد تبدا الملعب، زون ديفنس النادي الاهلي 2-3 لحبيبه حاتم، تاخد سكرين على طول من ايه الفئه في البنتريشن لفاطمه هاني. فاطمه على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. شيكيلي على طول تمر باوند وتسلم نادين سلعاوي. نادين في الاول ذا واي، نادين لسه معاك كوره، تلف وترتكس، سلم حلوه قوي الاسيست لرنيم لكن لا تنجح رنيم في التسجيل. كنزي خرشد على طول سلم لحبيبه حاتم، حبيبه لفاطمه هاني، فاطمه هاني 3 بوينت ثاني تنجح في تسجيله. تعادل النتيجه الى 3-2 للصالح نادي الجزيرة. الهجمة مع الأهلي والأهلاوية عن طريق بيكو، حبيبة في الدرايف، بيكو راحت في الباك ليب وصلت لكن لا ترجع في التسجيل. سكن شانس عند رنيم جداوي لكن تخطفها منها على طول. رضوى سالم تقلب الملعب لكنزي خرشد، فاطمة هاني لكن هنا ترافلينج أو ووكينج على فاطمة هاني لاعبة نادي الجزيرة، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. حبيبة بيكو في بداية الهجمة لصالح الاهلي والاهلاوية. بيكو لنادين سلعاوي،
تاخذ سكرين من رانيم في البنتريشن، قررت انها توقف وتشوط على الثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول فاطمه هاني من الجزيره تبدا في الاول زاوي تروح على الباسكت مع شيكيلي لكن تتقطع منها كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي جديد 3-2 في الدقيقه وحوالي 50 ثانيه. كوتش طارق خيري والتركيز في احداث المباراه. حبيبه بيكو تبدا الهجمه للاهلي. بيكو لمرال اشرف مان تو مان نادي الجزيره في الدرايف واحد على واحد راحت في البيك اند رول روعه 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 رانيم جداوي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده بعد اسيست جميل من مرال اشرف. يرجع نادي الجزيره في هجمته. صداع رائع من رانيم جداوي. قطعت الكوره من الاهلي راحت على طول مرال اشرف وصلت في الاول زاوية وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لنادي الاهلي عشان تعدل النتيجه الى 6-3 لصالح نادي الاهلي عن طريق مرال اشرف. والفاول والخطا الشخصي على رضوى سالم. اولى الاخطاء الشخصيه على الجزيره اولى الاخطاء الشخصيه على رضوى سالم. فريز اند 1 لصالح مرال اشرف. تشاور ما بين كابتن عمرو زاهد وما كابتن رنا خالد. باسكت كاونت والاند 1. القرار الاخير للكابتن عمرو باسكت كاونت والاند 1 لصالح مرال اشرف. اند 1 لمرال تنجح في التسجيل 7-3 لصالح النادي الاهلي. كنزي خرش ضغط النادي الاهلي من ثلاث ارباع الملعب كده. كنزي تسلم لحبيبه حاتم. حبيبه في الدرايف تقابلها رنيم تقلب لكنزي خرشت. فاطمه هاني توصل لها الكره لكن شيكيلي في الستيل تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. طبعا سلامات للاعيبه نادي الجزيره رنا علاء المصابه في جيم 1 سبرين انكل. كل التمنيات بالشفاء. ايا الفقي على الميديا بشوت لا تنجح في التسجيل. تلم على طول رنيم جداوي في الديفنسيف ريباوند وتسلم لحبيبه بيكو. بيكو عايزه تروح طلعت الكيك اوت لميرال. ميرال بنتريشن من البيز لاين راحت وصلت نجحت سجلت 2 بوينت جديده للصالح النادي الاهلي عن طريق ميرال اشرف. هجمتين ورا بعض الميرال باربع نقاط لميرال. ضغط النادي الاهلي توصل لفاطمه هاني. فاطمه تقلب الملعب لحبيبه حاتم. يرجع النادي الاهلي زون ديفنس 2-3. كنزي خرشت. كنزي سلم سكرين من ال فقي راحت بالسكرين طلعت ليه حبيبي حاتم. حبيبي على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن اير بول وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اربع محاولات لنادي الجزيره على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده عن طريق فاطمه هاني مقابل محاوله وحيده للنادي الاهلي لم ينجح في تسجيل. رنيم جداوي وطريقه الخروج من البريس وباص سريع واسيست مفيش اجمل من كده من شي كيلي اللي بتسجل 2 بوينت جديده. وادي ضغط لسه نادي الاهلي. ايه الفقي تقف وترتكي تسلم لكنزي. كنزي في البيز لاين على طول تسلم لفاطمه هاني اللي بتشوط لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول لاعبات النادي الاهلي والفاست بريك لحبيبه بيكو. حبيبه على الاوبن شوت في 3 بوينت شاطت نجحت سجلت 3 نقاط. على طول كوتش عمرو عاصم يطلب تايم اوت بعد تقدم النادي الاهلي بنتيجة 14-3 لصالح النادي الاهلي. ثقة اللاعبات وحبيبة بيكو هي بتشوط وتنجح في التسجيل 3 نقاط. محاولة ناجحة من أصل محاولتين للنادي الاهلي على 3 بوينت مقابل 5 محاولات لنادي الجزيرة على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولة وحيدة. أفكر حضراتكم بتشكيل بجهاز الفني لكل فريق. كابتن فريق الجزيرة كوتش عمرو عاصم مدير فني مصطفى سيد مدرب مساعد كابتن نهال سعد مدرب عام كابتن فريد سمير مخطط احمال كابتن هيثم ممدوح مدير اداري دكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي وكابتن علي عبد الباري احصائي الفريق. اما نادي الاهلي القادة الفنية للكوتش والغزال كابتن طارق خيري مساعده الكابتن كريم اسماعيل والكابتن علياء محمود مدير اداري كابتن ماجد فوزي الاداري كابتن مشيرة مخطط الاحمال كابتن اكرم السبكي والاحصائي الكابتن اكرم الشرباجي والعلاج الطبيعي كابتن ياسمين الكيلاني. ده تشكيل لكل او الجهاز الفني او المعاون لكل فريق. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم. جيم 3 جيم 1 انتهى بنتيجه 90-56 لصالح النادي الاهلي وجيم 2
الشهد بعد الإصارة والندية وانتهى بفارق النقطتين لصالح النادي الأهلي 74-72. لا زال نفس التشكيل لكلا الفرقين، شيكيلي وحوار مع نادين سرعاوي، ميرال أشرف والأسيست الأخير للشيكيلي، والحيازة لصالح نادي الجزيرة. تبقى 6 دقائق 18 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. فاطمة هاني هتطلع الأوت وتسلم لكنزي لحبيبة حاتم، ما زال الأهلي 1-2-1-1 في البريس فول كورت، وأدي فاطمة هاني تروح في الأول زوي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح نادي الجزيرة، ده الفارق إلى 14-5 لصالح النادي الأهلي، 9 نقاط هو الفارق، زون ديفنس يعود نادي الجزيرة 2-3، نادين سلعاوي، نادين لميرال أشرف في الهاي بوست لشيكيلي، شيكيلي في شمالها راحت ما تنجحش، تروح على السكند شانس ثاني مرة ثانية تنجح في انها تحصل على خطأ وفاول على رضوى سالم رقم 11، خطأ الشخص الثاني على رضوى سالم لاعبة نادي الجزيرة، ثاني الأخطاء الشخصية على نادي الجزيرة وثاني الأخطاء الشخصية على رضوى سالم. شيكيلي على الفري ثرو الأول تنجح في التسجيل، توسع الفارق إلى 10 نقاط. شيكيلي على الفري ثرو الثاني تنجح أيضا في التسجيل، ثلاث محاولات للنادي الاهلي على سري على الفري ثرو نجح في تسجيلهم جميعا. فاطمه هاني 2-2-1 قلب كوتش طارق خيري دفاعاته في البريس 2-2-1. حبيبه حاتم توقف يرجع تاني الاهلي زون 2-3، لسه كنزي خرشت معاه كوره حاول تعمل بنتريشن تسلم لايه خالد، ايه خالد حجزت راحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. عميم جداوي على طول برج الجزيره يلم كفه الريباوند في الديفنس، باصه كده تخبط في ايد فاطمة هاني وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي بيكو هتطلع الاوت لشيكيلي، شي لبيكو، بيكو على الاوبن شوت في الثري بوينت الثانية لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول ايه خالد في الاوفنسيف ريباوند وتسلم ورايحة في الاول ذا واي، تسلم لفاطمة هاني، فاطمة هاني في الاوبن شوت هي كمان راحت وشاطت لكن لا تنجح في التسجيل، نادين سلعوة ديفنسيف ريباوند ولا اروع تروح وتبدا الهجمه نادين، لسه نادين معاها الكوره، نادين تسلم رنيم جداوي، رنيم تلف ترتكز لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول ديفنسيف ريباوند رائع تاني عن طريق ايه الفقي لفاطمه هاني، كيك اوت لكن ستيل رائع من رنيم جداوي في الاول ذا واي راحت رنيم لكن لا تنجح في التسجيل، تحاول معاها ميرال اشرف لكن هنا الجامبول والحيازه لصالح النادي الاهلي عن طريق ميرال اشرف. اوتسايد اهلاوي 4 دقائق 35 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. شيكيلي حلو الفيك حلو الباصة تنجح ميرال اشرف انها تاخد تو شوتس وفاول على آية الفقي، ثالث الاخطاء الشخصية على نادي الجزيرة واولى الاخطاء الشخصية على آية الفقي، تو شوتس لصالح ميرال اشرف. فري ثرو اول غير ناجح لميرال اشرف، ميرال على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل، لا زال ضغط النادي الاهلي يريد الحسم يريد التتويج اليوم. فاطمه هاني تروح مع الدبل تيم على طول ما بين هنا في اوتسايد على فاطمه هاني لمست اللاين، كابتن عمرو زاهد بيحسب الكرة اوتسايد على نادي الجزيرة. دفاع قوي من النادي الاهلي متمكن، اكبر لاعبات نادي الجزيرة على الخطأ وده الهدف من اي دفاعات ضاغطة. حبيبة بيكو تبدأ الهجمة، بيكو سلم لميرال اشرف، ميرال تقلب لشيكيلي، شي في الدرايف شي تبحث عن بيكو، سلمت لبيكو فعلا لشي مرة ثانية، شي في الدرايف سيطر على الكورة تطلع كيك اوت لميرال اشرف، ميرال على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تحاول معاها رنيم لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على شيكيلي، شيكيلي اولى الاخطاء الشخصية على شيكيلي واولى الاخطاء الشخصية على النادي الاهلي. لا زال كوتش طارق خيري البريس 2-2-1، ايه خالد او ايه الفقي
لرضوى سالم. رضوى في البيز لاين من الميديم شوت لكن لا تنجح في التسجيل. حبيب حاتم تلم وتسلم لايه الفقي. ايه لرضوى سالم اللي متهوش وتروح ولا تنجح في التسجيل. رنين جداوي على طول ديفنسيف ريباوند وتبدا الهجمه. تسلم لبيكو. بيكو تقلب للشي كيلي. شي تقلب على طول سكيب باس عند نادين سلعاوي. نادين على 3 بوينت. نادين اروع من كده مفيش، احسن من كده مفيش. نادين السلعاوي تنجح في تسجيل ثلاث نقاط ب 3 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. 19-5. فاطمه هاني على الرد على طول ناجح في ساعتها. فاطمه هاني ما بتسكتش. فاطمه هاني الجيم اللي فات 20 نقطه، واحده من اهم عناصر ومفاتيح لعب نادي الجزيره. ووكن وترافلينج تيرن اوفر جديد على النادي الاهلي عن طريق حبيبه بيكو. تقول الكره على طول لصالح نادي الجزيره. 19-8 ده الفارق فاطمه هاني الى 11 نقطه بعد ما كان 14 نقطة. نادين السلعاوي 3 بوينت من 45، مفيش أروع من كده، مفيش أجمل من كده. فاطمة هاني سلم لحبيبة حاتم، بساط سريعة تلتقي عند كنزي خرشد لآية الفيه تحت الباسكت. طلع كيك أوت لفاطمة، بساط لسه سريعة. حبيبة حاتم في الأوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول نادين السلعاوي، تيرن أوفر والباد باس كده وتقطع حبيبة حاتم وتروح لرضوى سالم في الباور لاب لكن لا تنجح في التسجيل. بيكو على طول طلع للشي كيلي. شي كيلي في الوان ان وان راحت وصلت لا تسجل. سكند شانس ثاني عند الشي كيلي اللي بتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. توسع الفارق الى 21-18-13 نقطه. وادي حطت ايديها نادين سلعاوي وطلعت الكره اوت سايد بعد فص بريك سريع من نادي الجزيره. اوت سايد لصالح نادي الجزيره. حبيبة حاتم طلعت رضوى سالم. رضوى الكنزي خرشد مره ثانيه مان تو مان قلب النادي الاهلي في البيك اند رول ما بينها وما بين ايه الفقي لكن تخبط في رجل ميرال وجد مع الزمن. الهجمه 14 ثانيه جديده لصالح نادي الجزيره. تمارا نادر وجنى وائل بدلا من رضوى سالم وكنزي خرشد في تغييرات ليجريها كوتش عمرو عاصم. وايضا تنزل سوريا او سوكا بدلا من حبيبه بيكا. ايه جنى خالد او جنى وائل ليه فاطمه هاني في البيز لاين لكن طلع لها على طول شي كيلي. تقطع منها شي كيلي توصل ليه ايه الفقي توصل وتحط وتسجل نقطتين كمان. ايه الفقي 2 بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. ده معاها الفارق ال 11 نقطه. شي كيلي في ال 1 1 معاها ايه خالد. باك سبين روعه الباسكت مفيش اجمل مفيش احلى من كده. باك سبين ولا اروع من شي كيلي تنجح في تسجيل نقطتين كمان و2 بوينت جديده. وادي هنا السبين وزي ما احنا شايفين ونقطتين لصالح نادي الاهلي عن طريق شي كيلي. توسع الفارق الى 13 نقطه. شي كيلي في اخر دقيقتين و14 ثانيه من الكوارتر الاول. وفري ثرو ايضا ناجح او اند وان ايضا ناجح. حبيبه حاتم تبدا الهجمه حبيبه لنادي الجزيره. لسه الاهلي زون ديفنس 2-3. فاطمه هاني لجنى وائل. جنى لفاطمه مره ثانيه. فاطمه تدور على الثلاثيه تعمل بنتريشن تطلع كيك اوت لحبيبه حاتم. حبيبه في البنتريشن تروح وتوصل لكن لا تسجل. ميرال اشرف ديفنسيف ريباوند طلع الكره على طول لسوريا لكن كانت اسرع كره من سوريا. اوت سايد وترن اوفر جديد على النادي الاهلي. حبيبه حاتم تبدا الهجمه. حبيبه سلم لجنى وائل. جنى في السكرين مع ايه الفقي لحبيبه. ايه الفقي قطعلها حلوه قوي تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لحبيبه. ليه ايه الفقي تنجح معاها في تسجيل نقطتين. ده الفرق الى 12 نقطه. شي كيلي شي كيلي ليه نادين سلعاوي. نادين في البنتريشن الميدل سلمت ليه رميم جداوي في الميديم شوت. رميم تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. توسع الفارق الى 26-12-14 نقطه لصالح النادي الاهلي في جيم 3 من نهائي احداث دوري السوبر سيده. جنى وائل في البنتريشن ترتكز وتروح ضغط عليها من النادي الاهلي. سلم لايه الفقي. ايه الفقي في البيز لاين طلع عليه حبيبي حاتم. اوبن شوت حبيبي على 3 بوينت لا تسجل. على طول تمرة نادر في السكند شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الجزيره. ده الفارق الى 12 نقطه لصالح نادي الاهلي. نادين سلعاوي لرنيم جداوي
في الفلوتر شوت لكن لا تنجح في التسجيل. ايه فيها على طول ديفنسيف باوند وتسلم لحبيبه حاتم في الاول زاوية. حبيبه طلع كيك اوت لفاطمه هاني. فاطمه على 3 بوينت في الاوبن شوت تنجح في تسجيل. ثلاث نقاط جديده فاطمه هاني ثالث الثلاثيات ليها في احداث هذا الكوارتر. 10 محاولات لنادي الجزيره على 3 بوينت نجحت فاطمه هاني في تسجيل ثلاثه. شي كيلي سلم لسرايا. سرايا لشي مره ثانيه تقلب لميرال اشرف. ميرال في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول لكن كان معها صفرة انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 26-17. اعزائي المشاهدين الصراحه ما بين الكوارترين على ان نعود لكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الثاني. احداث الكوارتر الثاني اللي انتهى احداث الكوارتر الاول بنتيجه العشر نقاط 27-17 لصالح النادي الاهلي. تايم اوت عود. التعليمات الفنيه قبل بدايه الكوارتر الثاني من الكوتش طارق خيري الغزال. طارق خيري في احداث جيم 3 من نهائي كاس او دوري السوبر سيدات موسم 22-23. فكر حضراتكم بعض الاحصائيات. ارتكب نادي الجزيره ثلاث فاولات في احداث الكوارتر الاول مقابل فاول وحيد للنادي الاهلي. شيكيلي هي اللي ارتكبته. اما ايه الفقي ارتكبت فاول ورضوى سالم ارتكبت فاولين. اما النادي الاهلي على الثري بوينت ست محاولات نجح في تسجيل اثنين. اما نادي الجزيره 10 محاولات نجح في تسجيل ثلاثه والثلاثه عن طريق فاطمه هاني. على الفري ثرو لم يسجل او لم تشهد اي حاله لنادي الجزيره على الفري ثرو. اما النادي الاهلي ست محاولات نجح في تسجيل خمسه من اصل سته. دي بعض الاحصائيات سريعا في احداث وعمر الكوارتر الاول. وعلى بركه الله نبدا احداث وعمر الكوارتر الثاني. اعتقد كوتش عمرو عاصم نفس التشكيل اللي انهى بيه الكوارتر الاول. تمارا نادر، حبيبه حاتم، فاطمه هاني، ايه الفقي، واخيرا جنى وائل. اما الكوتش طارق خيري برضه هو نفس الخماسي اللي انهى بيه الكوارتر الاول. شيكالي ورنيم جداوي، نادين سلعاوه والسورية، واخيرا ميرال اشرف. الحيازه التبادليه للصالح 26-17 عفوا لصالح الجزيره. تمرة نادر وسط سريع عند ايه الفقي توقف وترتكس طلعت كيك اوت كانت معتقده ان في حد لكن في الاخير اوت سايد للصالح نادي الاهلي. سرايا هي القائم باعمال بوينت جارد او صانع الالعاب في النادي الاهلي. يضغط نادي الجزيره باص سريع لكن تمارا نادر في الستيل حاضره على طول. تمارا تبدا الهجمه وتسلم لفاطمه هاني. فاطمه هاني طلع لحبيبه حاتم لتمارا نادر مره ثانيه تقلب الملعب لجنى وائل. جنى على 3 بوينت شاطر لا تنجح في التسجيل. سوكا ديفنسيف ريباوند على طول رائع. تبدا سوكا الهجمه في الاول زاوية. سوكا وباصات سوكا واسيستات سوكا وباسكت ميرال تنجح معاها سوكا في نشر سحرها باسيستاتها الرائعه في انها تسجل تخلي هنا بص الطريقه بص الباصه لمين لميرال اشرف في الباك لاي بتنجح في تسجيل 2 بوينت وخطا شخصي وفاول على تمارا نادر لاعبه نادي الجزيره. اند وان لميرال اشرف تنجح في التسجيل. ضغط النادي الاهلي بريس فول كورت بنتومان من اول ملعب. حبيبه حاتم مع ميرال اشرف تنجح في انها تعدي قبل الثمان ثواني لكن هنا ميرال اشرف ترتكب معها خطا شخصي وفاول على ميرال اشرف. أول أخطاء شخصية على ميرال وأول أخطاء شخصية على النادي الأهلي في هذا الكوارتر. تغيير ميرال أشرف تخرج تنزل مكانها فريدة وائل الشهيرة بولي. من تمن النادي الأهلي حبيبة حاتم تسلم لآية الفيه هاند اوف مع حبيبة حاتم. حبيبة في البنتريشن تحاول تعدي مع شيك كيلي مش سايباها توصل لكن لا ترجع في التسجيل. رنيم جداو على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لسوكا. سوكا في 3 بوينت اوبن شوت لسوكا. سوكا تنشر سحرها مرة ثانية بثلاث نقاط جديدة لصالح سرايا محمد. ثلاث نقاط جديدة لسرايا محمد. اسيست ولا أروع 3 بوينت ولا أجمل. يبدأ الهجمة من عند نادي الجزيرة 32-17. ايه الفقي تستلم لكن الستيل حاضر عند شيكيلي. سلم للسلعوه تقلب على طول لسرايا. سرايا تهدى بملعبها تعدي سرايا
لسه سوريا بتطلع للشيكلي اسيست تاني ولا اروع، واحده من اسيستات سوريا الرائعه بتو بوينت عن طريق شيكلي تنجح في التسجيل. تبص هناك تباصي العكس على طول، شيكلي بشمالها لا ترفض الهديه تنجح في تسجيل تو بوينت جديد. وادي باسكت جديد لصالح نادي الجزيره 34 19، 34 19. نادي سلعاو من زون ديفنس لسه نادي الجزيره. سوريا سوكا لرنيم جداوي، رنيم على الالبو لفت راحت بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل، تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. هنا بيتم، هل هيتم اللجوء للتشالنج والاي ار اس؟ خلاص كابتن عمرو زاهد قال ان الكره اوت سايد لصالح نادي الجزيره. جانا وائل بتعمل على تراب، حاول تخطف فعلا، فريده وائل تخطف وتروح في الباك لير وتنجح في تسجيل تو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. جانا وائل ومعاها فريده وائل، لكن فريده وائل ترتكب خطا شخصي. فريده وائل واولى الاخطاء الشخصيه على فريده وائل، ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في عمر هذا الكوارتر. حبيبه حاتم واحده من ناشئات الاهلي وخرجت للعب في نادي الجزيره او في صفوف نادي الجزيره. رضوى سالم تشهد المشاركه مره ثانيه. جانا وائل، جانا طلع لحبيبه حاتم، حبيبه في الدرايف طلعت كيك اوت عند فاطمه هاني في 3 بوينت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. فريده وائل ديفنسيف ريباوند ولا اروع، تلم على طول وتسلم نادين سلعاوي، نادين في الدرايف بتهويشه كده راحت لكن لم ترجع في التسجيل. سكند شوت حاضر على طول عند رنيم جداوي اللي بتنجح في تسجيل تو بوينت على طول. كوتش عمرو عاصم يطلب تايم اوت بعد ارتفاع النتيجه الى 38 19، 19 نقطه فارق. وادي الاعاده الاخيره، شكرا لمخرجنا على الاعادات، والتايم اوت للكوتش عمرو عاصم. تذكيرا لبعض الاحصائيات في مباراه او جيم 2 في الجزيره، كانت توب سكورر في جيم 2 27 بونت رضوى سالم، فاطمه هاني 20 نقطه، اما في الاهلي رنيم جداوي 18 نقطه ونادين السلعاوي 14 نقطه. اما التوب اسيست او الباصات المساعده او الحاسمه، حبيبه حاتم 7 اسيست، ايل في 5 اسيست، فريده وائل من الاهلي 4 اسيست، رضوى محمد 3 اسيست. على مستوى الفري ثرو او الفاول شوتنج، الجزيره شاط 24 محاولة على الفري ثرو نجح في تسجيل 14، أما النادي الأهلي 21 محاولة على الفري ثرو نجح في تسجيل 14 أيضا. في 3 بوينت 24 محاولة النادي الجزيرة على 3 بوينت نجح في تسجيل 8، والأهلي 27 محاولة نجح في تسجيل 8. ده إحصائيات، بعض إحصائيات كده سريعة من جيم 2 اللي انتهت أحداثه ب 74 72، أما جيم 1 انتهت أحداثه 90 56، والنتيجتين لصالح الاهلي والاهلاوي. نادين سلعاوي شايفها هيتم تغييرها ونزلت مكانها رضوى محمد. استغلال السرعات للكوتش طارق خيري للاعبته، يعود النادي الاهلي الى الزون ديفنس. حبيبي حاتم 1 2 2 زون ديفنس، رضوى سالم اللي نزلت مكان ايل فقي، رضوى تقلب الملعب حبيبي حاتم، حبيبه تغيير اتجاهات تروح تعدي لكن هنا في الاخير ترتكب معاها رضوى محمد، فاول وخطا شخصي وثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، والاوتسايد لصالح نادي الجزيره. ان شاء الله مباراة الاهلي والاتحاد في جيم 4. كنزي خرشد تقلب ملعب فاطمه هاني، رضوى سالم على الالبو قطعلها تمارا لكن طلعت الكيك اوت لحبيبه، حبيبه في الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 نقاط جديده لصالح نادي الجزيره.
ثلاث محاولات لنادي الجزيرة على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاولة وحيدة عن طريق حبيب حاتم، ومحاولة وحيدة للنادي الأهلي عن طريق سرايا نجح في التسجيل. رضا محمد زون ديفنس هوش للطريق مفتوح قدامها، حاولت تباصي كده توصل لفريدة وائل، فريدة في الدرايف، فريدة راحت، فريدة لا تنجح، فريدة رنيم جداوي والجامبول والحيازة أهلاوية. سكند شوت كده عند أو سكند شانس عند رنيم جداوي، لكن حبيبة حاتم تشترك معها في الكرة. أوتسايد للأهلي 14 ثانية جديدة زي ما الكوتش طارق خيري بلغ كابتن رنا. رنيم جداوي سلم لسوكا، سوكا فريدة وائل في البيز لاين على طول تنزل عن شيك كيلي لسرايا، سرايا في الأوبن شوت لكن بلوك حلو قوي تلم حبيب رنيم جداوي تراعي على الباسكت لكن لا ترجع في التسجيل. سكند شانس ثاني عند رنيم، حاول مرة ثانية وادي الثالثة لكن في الأخير تصل إلى حبيبه حد، حبيبه في الاول زاوية راحت واحد على واحد، طلعت كيك اوت كنزي خرشت، كنزي في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده كنزي خرشت، ده الفارق الى 13 نقطه 38 25. ست دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فريده وائل للشيكلي، شي لفريده وائل، رنيم جداوي بس شيكلي، شي لسه بتلف وترتكز وتروح بشمالها تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، توسع الفارق الى 15 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. حبيبه حاتم تقلب الملعب لرضوى، رضوى في الالبو الميديم شوت تنجح في تضييق الفارق مره ثانيه الى 13 نقطه. رضوى السالم، رضوى محمد تبدا الهجمه، فريده وائل، فريدة تقلب لسرايا، سرايا في الاوبن شوت عايزة ترد على طول لكن لا تنجح في التسجيل. حبيبة حاتم ديفنسيف ريباوند وتلم على طول وتروح وتسلم لتمارة نادر، تمارة مستنية الهيلب اللي هيجي لها. فاطمة هاني، فاطمة تقلب الملعب، رضوى سالم في البيز داين، تحاول تلعب واحد على واحد، تلف حلوة قوي وتروح في الباور ليف تنجح في انها تاخد فاول وخطأ شخصي على رنيم الجداوي. رابع الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي وأولى الأخطاء الشخصية على رنيم الجداوي. تذكرة لحضراتكم في الكوارتر الأول الأهلي نجح فيه إنه عمل فاول وحيد، أما في الكوارتر الثاني بعد مرور تقريبا أربع دقايق ونص نجح في إنه يعني عمل أربع أخطاء شخصية مقابل الجزيرة، ثلاث أخطاء شخصية الكوارتر الأول وكوارتر وفاول وحيد في الكوارتر الثاني. فري ثرو أول غير ناجح ليه؟ رضوى سالم وفري ثرو ثاني ناجح، ده الفارق إلى 12 نقطة. رنيم جداوي هتخرج، شوف مين اللي هينزل مكان. نشر نقطة فارق 40-28 انتصاف أحداث الكوارتر الثاني. ضغط نادي الجزيرة، فريدة وائل نزلت مكانها يرى أسامة، تخبط الكرة كده فاطمة هاني تطلع أوتسايد لصالح النادي هلا. سرايا تقلب الملعب على طول لفريدة وائل، فريدة لشي كيلي، شي تقلب الملعب في السكيب باس عند رضوى، رضوى في البنتريشن واحد على واحد بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل في انها تاخذ فاول وخطأ شخصي على رضوى سالم. رضوى محمد فري ثرو اول غير ناجح. رضوى محمد على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. ما زال ضغط النادي الاهلي مان تو مان من اول الملعب. حبيبه حاتم تقلب الملعب، رضوى سالم، رضوى في البساطة السريعه عند تماره لكن بذكاء كده فريده وائل تنجح في انها تعمل السيل، تسلم ليه سرايا تهدى على الملعب في الست بلاي في الفايف اون فايف. رضوى محمد شيك كيلي على البوست لكن قررت تسلم لفريده وائل، فريده في البنتريشن مع الكيك اوت لسرايا، سرايا لسه قلبت يعني بص كده وقلبت الملعب لفريده وائل ويرى السما واسست. ما فيش اجمل من كده من فريده وائل، روعه الاسيستات النهارده من فريده وائل وسرايا. ادي الاسيست، شكرا للاعاده لمخرجنا الجميل، وادي 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. قطعت الكره النادي الاهلي في الستيل وتروح سرايا، تنجح سرايا في الاول زاويه انها تسجل 2 بوينت جديده تعلي الفارق الى 45-28.
ضغط النادي الاهلي. حبيبي حاتم سلم لتمارا نادر، تمارا تعدي طلع كيك اوت لكنزي خرشت، كنزي في الاوبن شوت على 3 بوينت تنجح في تسجيل ثالث الثلاثيات من اصل 5 محاولات لنادي الجزيره في احداث وعمر الكوارتر الثاني. كنزي خرشت في الاوبن شوت زي ما حضراتكم شايفين. شيكيلي في القلبو طلعت لفريدة وائل في الكيك اوت على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. شيكيلي من اعلى نقطة تنجح انها تعمل ريباوند وتسلم لرضوى محمد، رضوى في 3 بوينت لكن في فاول على يارا اسامة، خطأ شخصي وفاول على يارا اسامة. 44 بوشينج وتو شوتس طبعا طبقا لاشارة كابتن عمرو زاهد. تغيير كده 5 اخطاء شخصية فعلا على نادي الاهلي وخطأين شخصيين على نادي الجزيرة. تعود ايه الفئي مرة تانية بدلا من تمارا نادر. تو شوتس لرضوى سالم. فري ثرو اول رضوى تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني لرضوى سالم. لا تسجل لما الشيك كيلي على طول في الديفنسيف ريباوند تبدا الهجمه عن طريق رضوى محمد، رضوى لفريده وائل، فريده للشيك كيلي في الالفو طلع الكيك اوت لسوكا، سوكا على الاوبن شوت في 3 بوينت. سوكا ما اروعك يا سوكا، ما اجملك يا سوكا، ما احلى عوده 3 بوينت ليك يا سوكا. هجمه ثاني لنادي الجزيره مان تو مان النادي الاهلي. حبيبي حاتم حاول تبحث عن فاطمه هاني، فعلا سلمت فاطمه هاني في الاوبن شوت لكن لا ترجع في التسجيل. حبيبي حاتم سكند شانس ثاني طلعت الكيك اوت لكن فريده وائل في الستيل حاضر طلع على طول ليه سوريا، سوريا في الواحد على واحد تلم وتلف وتروح في الباك لاب تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي وتوسع الفارق الى 50 35 15 نقطه. ارتكازات في الباك لاب تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. حبيبي حاتم 1-2-2 زون ديفنس النادي الاهلي. وادي بلوك ولا اروع من شيكيلي، شي تروح على طول شي في الاول ذا واي تعدي وتسلم لسوريا، سوريا في 3 بوينت الثالثه لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول شيكيلي وتسلم لفريده وائل، فريده في الاوبن شوت مره ثانيه لكن هنا تمواقف وطرائف كره يعني تتعلق زي ما حضراتكم شايفين. على طول الحيازه لصالح نادي الجزيره. سوريا 2 3 بوينت 2 اسيست مفيش اروع من كده. وادي الكره الاخيره اللي خبطت او يعني استقرت كده في الحلقه من فوق ما بين الحلقه والبورد. برافو كابتن عمرو نجح في تسجيل نقطتين. تعود الحيازه لنادي الجزيره عن طريق كنزي خرشت، سلم على طول لحبيبه حاتم، حبيبه لرضوى سالم، زون ديفنس 2-3 النادي الاهلي ينوع كوتش طارق خيري ما بين دفاعاته في الزون ديفنس. وادي ستيل كده تخبط في ايد فريده وائل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره، اوتسايد حبيبه حاتم على الاوتسايد. طلعت رضوى سالم، رضوى بتهوش، حاول تلعب واحد على واحد، طلع كنزي خرشت، كنزي بتسلم لرضوى، رضوى لسه رضوى معاه الكوره تعمل بنتريشن، طلع على طول يارا اسامه طلعت الكيك اوت لكنزي في ال 14 ثانيه انتهت، لكن هنا الكوره تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد شيكيلي وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. 14 ثانيه جديده متبقي دقيقه ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 18 نقطة هو الفارق. درايف سريع كده توصل لفاطمة هاني، فاطمة بالتهويش وتروح بشمالها لكن في هنا فاول وخطأ شخصي على يارا اسامة. تو شوتس لصالح فاطمة هاني. فري ثرو أول لفاطمة تنجح في التسجيل. 5 محاولات للجزيرة على الفري ثرو نجح في تسجيل 3 من اصل 5. فري ثرو تاني لفاطمة هاني تنجح ايضا في التسجيل. اخر الثواني او اخر دقيقة ونص بعد انتهاء احداث الكوارتر
الثاني فريده وائل بالبريسن تعدي توصل يارا سامة يارا تروح لكنها تنجح في التسجيل. سكند شانس عند شين كيلي اللي بتنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي على رضوى سالم. لا مش على رضوى سالم، على ايه الفئة رقم زيرو، على ايه الفئة رقم زيرو. ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الجزيره، ثاني الاخطاء الشخصيه على ايه الفئة. والتو شوتس لصالح شين كيلي. شيء وفريسرو اول غير ناجح. اربع محاولات للنادي الاهلي على الفريسرو في الكوارتر الثاني، نجح في تسجيل محاولتين من اصل اربعه، وفريسرو ثاني للشيء كيلي تنجح في تسجيله. يبقى النتيجه 51-34 لصالح النادي الاهلي. تعود ميرال اشرف بدلا من شيء كيلي. ضغط النادي الاهلي مان تو مان بريس فول كورت. حبيبي حاتم سلم لكنزي خرشد، كنزي معاه فريده وائل تعمل على الدبل تيم، طلع كيك اوت لحبيبي حاتم في البنتريشن، تسلم لايه الفئه، ايه بتلف وترتكز، لكن هنا فاول وخطا شخصي على يارا سامه 44. اعتقد ده الخطا الشخصي الثالث، تو شوتس لصالح ايه الفئه. ثالث الاخطاء الشخصيه على يارا اسامه. فري ثرو اول لايه الفئه لا تسجل. سبع محاولات لنادي الجزيره على الفري ثرو، نجح في تسجيل اربعه. فري ثرو ثاني لايه الفئه لا تسجل ايضا. هل هي اعاده ولا ثلاث شوطات؟ لكنها ترجع في التسجيل، تلم على طول. لاعبات النادي الاهلي، فريده وائل تسلم مرال اشرف، مرال سيطر على الكره تطلع لسرايا، سرايا تقلب الملعب وتهدى وتسلم لفريده وائل، فريده وائل لسه الكره مع فريده، لسرايا في الكيك اوت، سرايا على الاوبن شوت شاطت لكنها ترجع في التسجيل، تلم على طول، كنزي خرشت في الاول زاويه، تقف مستنيه الدعم، يجي لها على طول عن طريق حبيبه حاتم، تقلب الملعب. ولفاطمه هاني، فاطمه تطلب السكرين، راحت عكس السكرين، بنتريشن من البيز لاين، راحت وصلت لكن لا ترجع في التسجيل، صراع على الكره ينتهي عند ايه الفئه، ايه طلع كيك اوت لحبيبه حاتم، لايه مره ثانيه لكن تخبط في ايد يارا سما وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. 23 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 17 ثانيه زي ما شفنا قدام اللوحه. كنزي خرشد روح بالفلوتر شوت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول. سرايا سرايا عايزه تفنش، سرايا في الثواني الاخيره طلعت سلمت ليارا سما، يارا سما نجحت على طول انها تاخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس، والفاول على فاطمه هاني. تو شوتس لصالح يارا اسامه. ثواني قليلة وانتهى احداث الكوارتر الثاني. يارا سمع الفري ثرو الاول غير ناجح. ست محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل ثلاثة في احداث الكوارتر الثاني. فري ثرو ثاني ليارا سمع تنجح في التسجيل. ضغط النادي الاهلي في الثواني الاخيرة من عمره احداث الكوارتر الثاني. فاطمة هنا هتطلع الاوت. ثلاث اجزاء من السنة خلاص تاتش بول مش اكتر. لمست الكرة خلاص انتهت معها احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 52-34. اعزائي المشاهدين استراحة ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث على ان نعود ونلقاكم باذن الله في بداية احداث الكوارتر الثالث. اما الان فنذهب سريعا الى الاستوديو التحليلي بقيادة الكوتش او الكابتن هيثم السعيد ونجومه الكبار كابتن محمد سرعاوي والكابتن اشرف الكردي، فلا تذهبوا بعيدا. كابتن هيثم اليك الميكروفون. انت
شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يعود إليكم مرة أخرى في بداية أحداث الكوارتر الثالث من جيم 3 ونهاية أحداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الأهلي 52-34. بعض الإحصائيات سريعا كده، التوب سكورر في نادي الجزيرة هي فاطمة هاني برصيد 13 نقطة، نجحت في تسجيل 3 ثلاثيات من أصل 8 و 2 بوينت و10 محاولات، نجحت في تسجيل 4 محاولات على الفيل جول ورميتين حرتين نجحت ايضا في تسجيلهم. ده بالنسبه للتوب سكورر في نادي الجزيره. ام التوب سكورر في النادي الاهلي شيك كيلي برصيد 14 نقطه، وتاتي وراها ميرال اشرف برصيد 11 نقطه، ثم ثالثا هي سوريا محمد برصيد 10 نقاط. الثري بوينت للنادي الاهلي اللي نجح في تسجيل 3 محاولات كان من نصيب سوريا 2 ونادين سلعاوي 2 من اصل 13 محاوله، اما نادي الجزيره 18 محاوله على 3 بوينت نجح في تسجيل 6، كان النصيب الاكبر لفاطمه هاني 3 ثلاثيات اللي لعبت 20 دقيقه كامله، وايضا اللاعبه حبيبه حاتم نجحت في تسجيل محاوله على 3 بوينت 18 محاوله للجزيره نجح في تسجيل 6 ومحاولتين لكنز خورشيد على 3 بوينت. دي بعض الاحصائيات سريعا. انا طبعا بشكر زميلنا الكبير الكابتن محمد البيسي عضو لجنه الاحصاء اللي بدينا بهذه الاحصائيات سريعا. دي بعض عادات اللقاء، سوريا واحده من نجمات الكوارتر الاول والثاني، ونفكر حضراتكم بتشكيل الفرقتين. تشكيل نادي الجزيره في القاده الفنيه الكوتش عمرو عاصم، كنزي خورشيد، ايه الفقي، جانا وائل، وحبيبه حاتم، كريمان صلاح، ليلى حازم، فاطمه هاني، رضوى سالم، تمارا نادر، جانا اشرف، فرح هشام، وياسمين هلال. اما تشكيل نادي الاهلي اليوم في القاده الفنيه للغزال، الكوتش طارق خيري، شيكيلي، ميرال اشرف، نادين سلعاوي، سرايا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، نوى الشتا، حبيبه حاتم، يارا اسامه. ده تشكيل الفرقتين، وهنقول لحضراتكم اكتر اللاعبين اللي لعبوا حتى هذه اللحظات. يمكن النادي الاهلي في ال 12 لعيب لاعب 10 لاعبات فيما عدا دينا عمرو رقم 10 ونوى الشتا رقم 23، اما نادي الجزيره فليلى حازم ما لعبتش، كريمان صلاح ايضا ما لعبتش، وجانا اشرف وفرح هشام وياسمين هلال لم يشاركوا حتى هذه اللحظات. على بركه الله بدايه احداث الكوارتر الثالث. كام اللقاء النهارده؟ كابتن عمرو زاهد، كابتن مرام محمد، كابتن رنا خالد، مراقب المباراه هو العميد يحيى زكريا. خماسي النادي الاهلي والستارت لاين اب، واولى المشاركات ل نوى الشتا، شيكيلي، فريده وائل، رضوى محمد، نادي السلعاوي، و نوها الشتا. ده الستارت لاين اب اللي هيبدا بيه الكوتش طارق خيري الكوارتر الثالث. اما نادي الجزيره حبيبه حاتم، جانا وائل، فاطمه هاني، ايه الفقي، ورضوى سالم. الحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي. بدايه احداث الكوارتر الثالث 52-34، والكرة في حيازة الأهلي، نوى الشتا في السكيب باس على طول والهاند أوف مع نادين، نادين في أولى الثلاثيات وأولى الافتتاحيات، تنجح نادين سلعاوة في تسجيل أولى نقاط أحداث الكوارتر الثالث، تعلي الفارق إلى 55-34، 19 نقطة لصالح النادي الأهلي. جانا وائل في الباك بيفوت تلف وتسلم على طول رضوى سالم، دبل تيم على رضوى لكن نوى الشتا تلحقها، لسه الكرة مع رضوى سالم، سيطر عليها لكن الستير رائع من رضوى محمد، رضوى تاخد الكوره بالفاست بريك 3 على 3 تقف استنى نوى الشتا تقلب لفريده وائل، فريده في الاوبن شوت على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، لما على طول ايه الفقي تسلم لحبيبه حاتم، حبيبه تنتظر باقي الفريق، رضوى سالم، رضوى في الاوبن شوت على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تخبط الكوره كده وفاول على اعتقد على نوها الشتا. فعلا على نوى الشتا واولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. اوت سايد لصالح نادي الجزيره. جانا وائل هتطلع رضوى سالم، رضوى
سلم لحبيبة حاتم زون ديفنس ما زال النادي الأهلي. حبيبة في الباك بيفوت تلف طلع لي آية الفئي آية في الأوبن شوت على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. فريدة وائل على طول في الديفنسيف ريباوند في الأول زاوية. فريدة رايحة تستنى هنا وتقف وتسلم في البيز لاين لرضوى. رضوى في الأوبن شوت هي كمان لا تنجح في التسجيل. زق الشين كيلي على طول تروح الكرة لنادين سرعاوي لشين كيلي في الإلبو على الميديم شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول حبيبة حاتم تقلب الملعب ليه آية الفئي آية لرضوى سالم لحبيبة حاتم في السكيب باس هنا لكن قررت تعمل بنتريشن تروح لكن بلوك ولا أروع من نوع الشتاء تأتي معها الكرة في حيازة نادي الجزيرة والأوتسايد لصالح نادي الجزيرة. جنوائل هتطلع الأوت ما زال الأهلي زون ديفنس طلع كيك أوت على طول ليه حبيبة حاتم. حبيبة في السكرين مع آية الفئي تعمل بنتريشن وتوصل في البيك أند رول مع رضوى سالم لكن لا تنجح في التسجيل. حبيبة حاتم سكند شوت تاني وتسلم رضوى. رضوى بتهوش وتسلم لفاطمة هاني. فاطمة في الأوبن شوت لكن لا تنجح أيضا في التسجيل. ما زال الريباوند غير حاضر عند النادي الأهلي. آية الفئي في البنتريشن تسلم لجنى وائل. جنى تقلب الملعب لكن فريدة وائل تحاول تقطع توصل على طول لرضوى بتستغل الفرصة واتنين على واحد في الفاست بريك. فريدة وائل تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الأهلي 57-34. النادي الأهلي مسجل حتى هذه اللحظات 5 نقاط منذ بدأت أحداث الكوارتر التالي. والشيك كيلي وفاول تاني الأخطاء الشخصية على الشيك كيلي وتاني الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي في بداية أحداث الكوارتر الثالث. رضوى سالم في البلاي 1 ان 1 شيك كيلي في الستيل حاضر على طول تعدي الشيء شيء لسه كرة مع شيء تقلب الملعب نادين سلعوة في الأوبن شوت. نادين لا تنجح في التسجيل. شيء على طول سكند شانس وتسلم لرضوى. رضوى لكن هنا ووكن وترافلينج على رضوى سالم تيرن اوفر جديد على النادي الأهلي. اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. ضغط النادي الأهلي في المان تو مان بريس فول كورت. فاطمة سلم لحبيبة حاتم. حبيبة حاول تعدي قبل 8 ثواني تعمل عليه دبل تيم في نص الملعب تقطع شيء كيل على طول في الستيل وتروح في الفص بريك تسلم لنادين. ونادين في التو بوينت على طول كانت حاضرة وجاهزة تنجح في تسجيل تو بوينت جديدة على طول. كوتش طارق أو كوتش عمرو عاصم يطلب تايم أوت لإيقاف تقدم الأهلي 59-34. تايم اوت للكوتش عمرو عاصم. ميلتون للإحصائيات. نادي الجزيرة على الفري ثرو في أحداث الكوارتر الأول والثاني 8 محاولات على الفري ثرو نجح في تسجيل 4 بنسبة 50%. أما النادي الأهلي في الكوارتر الأول والثاني 13 محاولة على الفري ثرو نجح في تسجيل 9 بنسبة نجاح 69% و2 من 10. 13 اسيست في احداث الكوارتر الاول والثاني عملهم النادي الاهلي مقابل 9 لنادي الجزيره. تيرن اوفر على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول والثاني 4 مقابل 10 تيرن اوفر على نادي الجزيره. زي ما قلت لحضراتكم توب سكورر شيك كيلي حتى هذه اللحظات 14 نقطه تليها على طول ميرال اشرف ب 11 نقطه ثم نادين السلعاوي او سرايا محمد عفوا ب 10 نقاط. اما التوب سكورر حتى هذه اللحظات في نادي الجزيره هي فاطمه هاني برصيد 13 نقطه. تاتي وراها كنزي خرشد برصيد 6 نقاط. انتهى احداث التايم اوت اللي طلب الكوتش عمرو عاصم. يعود النادي الاهلي الى ارض الملعب نفس الخماسي اللي لعب قبل التايم اوت. وفي تغيير بيجرى هنا في صفوف نادي الجزيره. كريمان محمد تعود الى ارض الملعب في اول مشاركه ليها. نادين سلعاوي ورضوى محمد شيك كيلي وفريده وائل و نهى شتا. كريمان محمد في اول ظهور ليها في احداث الكوارتر الثالث. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. حبيبه حاتم مان تو مان للنادي الاهلي في الدبل تيم على طول توصل لجنى وائل. جنى بتعدي قبل الثمان ثواني. مان تو مان لما زال النادي الاهلي. آية الفئي سالم رضوى سالم في البيز لاين عند كريمان اللي تهوش وتقف في الميديم شوت شاطت
نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده واول نقاط تنجح في تسجيلها كريمان في بدايه احداث الكوارتر الثالث. رضوى محمد في بدايه الهجمه لصالح النادي الاهلي. رضوى سلم نديم سرعوه على البو، لكن هنا رضوى السالم تاني تعمل معاه فاول، ترتكب معاه خطا شخصي وفاول اعتقد على حساباتي، ده رابع الاخطاء الشخصيه على رضوى سالم. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. وزون ديفنس نادي الجزيره. شيك كيلي يستلم وتسلم رضوى مره ثانيه، شيء رضوى تقلب لشيك كيلي. شيء رضوى محمد، رضوى نادين سرعاوي، نادين في الاوبن شوت على 3 بوينت، لا ترجع في التسجيل، شيء تزق الكره على طول وتوصل نادين مره ثانيه. نادين مستنيه لقطة، سلمت رضوى محمد لنادين مره ثانيه في الدرايف، نادين بالفلوتر شوت، نادين روعه يا نادين، تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، توسع الفارق الى 61 36 لصالح النادي الاهلي والاهلاويه. حبيبه حاتم من تو من ما زال النادي الاهلي. حبيبه لجانا وائل تقلب على طول ل ايه الفئي، لكن لا تنجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند نوع الشتاء لشي كيلي في الون ان وان، شي راحت لكن قطعت منها واتسلمت على طول رضوى سالم. رضوى سالم تبدا الهجمه وتسلم لايه الفئي، ايه في البيهايند باك، راحت ايه في الواحد على واحد، ايه ليه هنا ترافلين ووكن على رضوى سالم، تيرن اوفر جديد على نادي الجزيره. حبيبه بيكو بدلا من رضوى محمد، تعود مره ثانيه حبيبه بيكو. بدات احداث الكوارتر الاول، تبدأ الهجمة حبيبة 61 36 خمس دقايق 40 ثانية على أحداث الكوارتر الثالث. فريدة وائل لبيكو لفريدة مرة ثانية، وسط سريع عن شي كيلي، شي بنتريشن من البيز لاين مع الفلوتر شوت، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة، توسع الفارق إلى 63 36. حبيبة حاتم تبدأ الهجمة لنادي الجزيرة، تسلم لجانا وائل، جانا ليه رضوى سالم لجانا مره ثانيه، تاخد سكرين من ايه الفئي في البيك اند رول مع ايه، ايه تلف وعايزه تطلع كيك اوت، طلعته فعلا لجانا وائل في الاوبن شوت على 3 بوينت، لكن لا ترجع في التسجيل على طول، ايه الفئي السكند شانس على طول عند ايه الفئي، لكن الستيل رائع بعد ما قطعت شي كيلي في السكيب باس، تنجح في تسجيل 2 بوينت بعد ما خدت الكوره اول ذا واي، وتنجح في تسجيل نقطتين كمان، توسع الفارق الى 65 36. وادي ستيل روعه من نادين سلعاوي، نادين رايحة في الواحد على واحد، نادين سلمت شيك كيلي، شيك كيلي بشمال هتنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة، توسع الفارق 67 6 هو أعلى حتى هذه اللحظات أمام نادي الجزيرة في أحداث الكوارتر الثالث وأحداث المباراة. وادي رضوى سالم ترد على طول سبعة وستين عفوا. شيك كيلي لنادين، شي في السكرين معها نادين سلعاوة، نادين سلعاوة ارتكاز طلعت كيك اوت لفريدة وائل، اخر ثلاث ثواني في زمن الهجمة، فريدة لازم تفنش دلوقتي، بشمالها راحت فريدة لكن لا تنجح في التسجيل، لسه الكرة هنا في فاول، كابتن رنا خالد تحتسب فاول وخطأ شخصي على نهى الشتاء، ثاني الاخطاء الشخصيه على نهى، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. تغيير خرجت رضوى سالم وايا الفئي، نزلت تمارا نادر وجنى اشرف رقم 55. حبيبه حاتم يبدا معاها اول ما لمست الكوره تعد على طول الطايم، فاطمه هاني، فاطمه لسه فاطمه سلمت ليه تمارا نادر، تقلب الملعب في السكيب باس على طول عن حبيبه حاتم في الدرايف واحد على واحد، طلعت الكيك اوت ليه جنى اشرف، جنى تقف على الميديم شوت شاطت لكن اير بول وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. خرجت شي كيلي، شوف نزل مكانها مين؟
فالعرض صاعد لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي هي اللي نزلت مكانها، وبدايه الهجمه عن طريق حبيبه بيكو. حبيبه تاخد سكرين، عايزه تعدي في الواحد على واحد، لا الطريق واسع فعلا، راحت بشمالها في الباك ليب لكن لا تنجح في التسجيل، تحاول معاها نوشيتا تخبط حبيبه حاتم وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 14 ثانيه جديده على زمن الهجمه والحيازه للاهلي. رنيم جداوي تاخد بوزيشن ليه الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي وصراع على الكره تنتهي بالحيازه عند نادي الجزيره. خمس محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في التسجيل، اما نادي الجزيره على 3 بوينت لم يسجل ولا محاوله ولم يظهر الفريقين الفري والشوتين. كريمان محمد، كريمان لسه كلها كريمان ما زالت تحتفظ بالكرة، كانت تقلب على طول لحبيبة تاخد معاه السكرين، كنترول تاخد لها بوزيشن تلعب فعلا واحد على واحد تلف، لكن هنا في صافرة اعتقد في فاول على نادين سلعاوي. شوفها مرة ثانية، في فاول على نادين سلعاوي طبقا لإشارة كابتن عمرو زاهر. نادين سلعاوي وأول الأخطاء الشخصية ورابع الأخطاء الشخصية توتال على النادي الأهلي. حبيبي حاتم في الدرايف راحت بالفلوتر شوت لكن لا تنجح في التسجيل، بيكو على طول ديفنسيف ريباوند، راحت في الاول ذا واي بيكو، راحت بشمالها بيكو لكن حظك وحش يا بيكو، تلم على طول نادين سلعاوي تلف وترتكز وتروح على الباسكت ما تنجحش في التسجيل. سكند شانس ثاني عند نادين رنيم جداوي لكن تخبط في ايد رنيم وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الجزيره. رنيم جداوي تراي على الباسكت ما نجحتش في التسجيل. 67 38 اخر دقيقتين و35 ثانيه من عمر احداث الكوارتر الثالث. حبيبه حاتم سلم لكريمان، كريمان لتمارا نادر على القلبه الكيك اوت على طول لحبيبه حاتم، حاول تلعب واحد على واحد لكن تخبط في ايد نادين سلعاوي بتطلع اوتسايد لصالح النادي الجزيره. سبع ثواني على انتهاء زمن الهجمه. تخرج حبيبه بيكو وتنزل كنزي خرشد لاعيبه نادي الجزيره. اوتسايد الجزيره. كنزي خرشد لتمارا نادر لكنزي مره ثانيه، زون ديفنس 1 2 2 وادي الثواني الاخيره شاطت من بعيد 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول رنيم جداوي في الاول زاويه، رنيم واحد على واحد تخبط في رجليها وبتخبط في رجل فاطمه هاني وتجدد معاها زمن الهجمه والاوتسايد والحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. 20 ثانيه متبقيه على انتهاء زمن الهجمه ودقيقتين على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. حبيبه بيكو تاخد السكرين تعدي سلم رنيم جداوي، رنيم في الميدل تروح طلع كيك اوت لبيكو، بيكو في الاوبن شوت شاطت على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. لما على طول فاطمه هاني وتبدا الهجمه، فاطمه تلف وترتكز تطلع كيك اوت لتماره، تماره في الميدل لكن اتقفل عليها، رجع تاني لكريمان محمد لكنزي خرش تبدا الهجمه، سلم لجانا هشام تقلب الملعب لفاطمه هاني، فاطمه في الاوبن شوت على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. حبيبه بيكو بتحاول لكن بترتكب فاول وخطا شخصي حبيبه بيكو تجاه تماره نادر والاوتسايد. لا تو شوتس صح كده، تو شوتس الاهلي كده، ده الخطا الشخصي الخامس توتال على النادي الاهلي. تماره نادر على الفري ثرو الاول، اخر دقيقه ونص من زمن واحداث الكوارتر الاول الثالث لا تنجح في التسجيل. فري ثرو اول غير ناجح لتماره نادر. فري ثرو ثاني لتماره نجحت في التسجيل. 39 67 ضغط من نادي الجزيره. حبيبه بيكو حاول تعدي، عدت فعلا وقلبت الملعب ليه دينا عمرو لسه نازله، دينا قلبت الملعب على طول في السيت بلاي ليه نادين سلعاوي، نادين في الاوبن شوت تنجح انها تاخد فاول وخطا شخصي على كريمان محمد رقم 7 بثلاث رميات حره لصالح
نادين سلعوي. نادين على الفري ثرو الاول والثاني والثالث. وادي تكنيكال فاول لكن ما عرفناش على مين. كوتش او كابتن عمرو زاهد عمل تكنيكال فاول على حد. نادين فري ثرو اول تكنيكال فاول تنجح في التسجيل. تعود الى الثلاث رميات او الثلاثه فري ثرو اللي هتشوطها. نادين فري ثرو اول في 3 بوينت لا تسجل. فري ثرو ثاني او ثالث لنادين سلعوة لا تسجل ايضا. فري ثرو ثالث لنادين. تنجح في التسجيل. أربع محاولات للنادي الأهلي مع نادين سلعوة نجحت في تسجيل اثنين من أصل أربعة. تمارا نادر ضغط النادي الأهلي تعمل عليها تراب تسلم لكريمان. كريمان تقلب لكنزي باصات سريعة تنتهي عند فاطمة هاني. فاطمة تتراجع عن موقفها بعد نزول نوع شتا. فاطمة في الدرايف طلع كيك أوت لكريمان. كريمان في الوان ان وان ومعانا دينا عمرو تقلب في البيك اند رول جانا هشام تلف وترتكز لكن حبيبه على طول الستيل حاضر تبدا على طول الهجمه. حبيبه تقلب لدينا عمرو مستنيه القاطع تقلب لنهى الشتا. نهى سلم رنيم جداوي تحت الباسكت تلف بذكاء رهيب وشديد جدا تنجح رنيم جداوي في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي والاهلاويه. وادي ستيل ثاني لكن حظك وحش يا دينا تطلع الكره اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. 71-39 لصالح الأهلي والأهلاوية. تبقى كوارتر على التتويج مع الكوتش والغزال طارق خيري. تمارا نادر تستلم الكرة تسلم لكنزي خورشيد آخر 40 ثانية أو أقل من 40 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. في البيك أند رول مع جنى هشام تروح وتوصل وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة. ده الفارق إلى 30 نقطة لصالح الأهلي والأهلاوية. رنيم جداوي في الواحد على واحد 1 ان 1 طلعت كيك اوت. فاطمه هاني حاضره في الستيل على طول تروح فاطمه هاني في الفاست بريك لسه فاطمه تسيطر على الكوره توصل لكن لا تنجح في التسجيل وتاتي معها صافره كابتن رنا خالد وفاول على دينا عمرو. دينا عمرو واول الاخطاء الشخصيه والتو شوتس لفاطمه هاني. فري ثرو اول لفاطمه تنجح في التسجيل. ثلاث محاولات لنادي الجزيره في الفري ثرو في الكوارتر الثالث نجح في تسجيل محاولتين من اصل ثلاثه. فري ثرو تالي ثاني لفاطمه هاني لا تسجل. نادين سلعو لحبيبه بيكو. بيكو سكرين بيكو طلعت لنوع شتا لكن البصه كانت اصعب يعني اعلى من نوع شتا كده واوت سايد لصالح نادي الجزيره. وتبقي 8 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. تقدم النادي الاهلي 71-42 29 نقطه فارق لصالح الاهلي والاهلاويه. اربع ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. فاطمه هاني هتطلع الاوت لكن نادين سلعوة تستعمل الستيل وتروح لكن هنا في ايه؟ في هنا فاول على فاطمه هاني. فاول نجحت نادين سلعوة تعمل الستيل في اربع ثواني وتاخد الكوره اوتسايد اوتسايد لصالح نادي الاهلي. نادين في الاوبن شوت. نادين شاطت لكن لا تنجح في التسجيل تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم كبير للنادي الاهلي 71-42. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع على ان نعود بكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الاخير. لا تذهبوا بعيدا وانتظرونا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير والكوارتر الاخير
في عمر المباراة في جيم 3 نهائي دوري السوبر ما بين الجزيرة والأهلي. أفكر حضراتكم كده آخر نادي الجزيرة حصل على دوري وحيد في موسم 2013-2014، أما النادي الأهلي 13 دوري طبقا لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة، 13 دوري ويبحث عن اللقب ال 14. مفاجأة هذا الموسم، كابتن عمرو عاصم استطاع إقصاء نادي السبورتنج في سيمي فاينل الكاس وسيمي فاينل الدوري، وصل إلى نهائي الكاس أمام الأهلي، ووصل أيضا إلى نهائي الدوري أمام الأهلي. آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين في موسم 2019-2020 على نفس هذه الصالة كان النادي الأهلي ونادي الجزيرة في نهائي دوري المرتبط، كانت القيادة الفنية للكوتش علي هاشم والقيادة الفنية في الجزيرة للكوتش فتحي عبد العزيز، واستطاع النادي الأهلي الفوز في مباراة دوري المرتبط كبار وصغار. دي كانت آخر نهائيات في القريب ما بين الأهلي والجزيرة. رنيم جداوي، دينا عمرو، شوف الستارت لاين اب، ميرال اشرف تعود ايضا الى ارض الملعب، سوريا وحبيبه بيكو، ده الستارت لاين اب اللي بادئ بيه كوتش طارق خيري في بدايه احداث الكوارت الرابع، وعلى بركه الله الحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. سوريا تاخذ من تمنى دي الجزيره، تاخذ سكرين، سلم في البيك اند رول لميرال، ميرال تحت الباسكت لرنيم جداوي، رنيم بشمالها، رنيم راحت، رنيم سجلت، رنيم 2 بوينت جديده تفتتح معها بدايه احداث الكوارتر الرابع. كنزي خرشد ومعها رضوى سالم وتمارا نادر وحبيبه حاتم وفاطمه هاني، رضوى سالم في الواحد على واحد راحت وصلت لا تنجح في التسجيل، برج الجزيره يعمل الديفنسيف ريباوند على طول، رنيم جداوي وتسلم لحبيبه بيكو، بيكو على الاوبن شوت حبيبه تنجح في تسجيل، لا دي باتنين بونت مش بثلاثه بونت، لان كابتن رنا كانت مشاوره باتنين بونت مش بثلاثه بونت، لكن جود جوب لحبيبه بيكو، يضغط النادي الاهلي مره ثانيه، تروح لحبيبه حاتم، تماره نادر، تماره 75-42، وادي حبيبه حاتم في ال 1 1 تاخد سكرين، تحاول تعدي حبيبه من بيز لاين، لكن معها دينا عمرو تلف وترتكس بشمالها في الباك لاب لا تنجح في التسجيل، تلم ثاني في السكند شوت وتطلع الكيك اوت لرضوى سالم، رضوى في الدرايف لكن هنا فاول وخطا شخصي على ميرال اشرف. أولى الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي، ثاني الأخطاء الشخصية على ميرال أشرف. أوتسايد لصالح نادي الجزيرة. كنزي خرشي تستلم تبدأ في السيت بلاي. حبيبة حاتم 1 ان 1 في البيز لاين، ميرال أشرف تقطع لكن تطول منها كده وتطلع أوتسايد على نادي الأهلي، 6 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. حبيبة حاتم سلم لرضوى سالم، رضوى معاها رنيم في الوان ان وان، رنيم تخطف كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيرة مرة تانية. خمس ثواني، طيب في لغط حوالين ساعة ال 24 ثانية، لو مخرجنا كده يتابع مع كابتن عمرو زاهد نشوف ايه اللي بيحصل، لان قبل الهجمه دي اتبلغ انها 6 ثواني ودلوقتي هنشوف زمن الهجمه كام ثانيه. اعتقد انها 5 ثواني. رضوى سالم شوت كده لكن لا تنجح في التسجيل، رنيم جداوي على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لسوكا، سوكا تبدا الهجمه، سوكا تسلم رنيم جداوي اللي قطعه رايحه على الباسكت لكن حظها وحش مخالفه المشي بالكره والووكينج ترافلينج على رنيم الجداوي. تمره نادر هتطلع الاوت بالجزيره، 8 دقائق 25 سنه متبقيه على نهايه احداث المباراه. تمره نادر، تمره عدت سلمت لكنزي خرشد، كنزي خرشد ليه حبيبة حاتم، تمارا نادر، كنز خرشد مره ثانيه بعد ما طلعت السكرين تقلب لفاطمه هاني، فاطمه هاني بتدور على 3 بوينت فعلا لقت 3 بوينت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، دينا عمرو على طول ديفنسيف ريباوند حاضر لكن تخبط في ايد فاطمه هاني وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي.
حبيبه بيكو. تبدا الهجمه للاهلي والاهلاويه، زون ديفنس نادي الجزيره، تقلب على طول لسرايا، سرايا تروح للميدل، تقلب لبيكو في الريبليس، رميم جداوي فلوتر شوت من البيز لاين اللي هتنجح في التسجيل، تحاول معاه رميم وتنجح في الحصول عليها مره ثانيه، سلم لسرايا، سرايا لبيكو، دينا عمرو في البيز لاين على الاوبن شوت دينا لكن هتنجح في التسجيل، تلم على طول نادي الجزيره عن طريق حبيب محمد، تروح حبيبه حاتم لكن تعترضها سرايا بفاول وخطا شخصي، ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه على نادي على سرايا محمد. خمسة وسبعين اتنين واربعين وتو شوتس لحبيبة حاتم. حبيبة حاتم هو الفري ثرو اول لا تسجل، فري ثرو تاني الحبيبة تنجح في التسجيل. حبيبة بيكو ضغط نادي الجزيرة بالمان تو مان، تقلب رنانين جدا وحبيبة، سلم لمرال أشرف لحبيبة بيكو مرة تانية، هي الفي إعادة إلى أرض الملعب. دينا عم لحبيبة بيكو، لسه نادي الجزيرة زون ديفنس، سرايا، سرايا في الأوبن شوت، سوكا شاطت لا تنجح في التسجيل، مرال أشرف سكند شوت حاضر لكن لا تنجح أيضا في التسجيل، أما على طول حبيبة بيكو المرة التانية وتسلم لدينا عمرو، دينا عمرو على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، فاطمه هاني في الديفنسيف ريباوند وتسلم لحبيبه حاتم في الاول ذا واي، حبيبه في ال 1 1 كيك اوت عند كنزي خورشيد، كنزي على الاوبن شوت شاطت لا تنجح في التسجيل، ايا الفيس سكند شانس كان حاضر عندها وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي. ثلاث نقاط سجلهم حتى هذه اللحظات نادي الجزيره منذ بدايه احداث الكوارتر الثالث. رنيم جداوي في الدرايف سلم لدينا عمرو في الميديم شوت لا تنجح في التسجيل، وهنا تعترضها بفاول خطا شخصي على دينا عمرو الكابيتانو ترتكب الخطا الشخصي الثاني لها. كابتن رنا كابتن مرام بيتشاوروا. تم احتساب ان سبورتسمان لايك فاول على دينا عمرو. ان سبورتسمان لايك فاول على دينا عمرو. فري ثرو اول ناجح ليه؟ لرضوى سالم وفري ثرو ثاني ناجح ايضا لرضوى سالم، ترجع تقول الكره ثاني منذ بدايه الهجمه. 46 75 29 نقطة فارق. حبيبة حاتم سكرين على رضوى سالم بلاي 1 ان 1 روح بالشمال هتنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لحبيبة حاتم. بيكو تبدأ الملعب تبدأ الهجمة، سلم رنيم جداوي، رنيم تعدى قبل 8 ثواني، سلم لسوكا، سوكا تقلب على طول لحبيبة بيكو لرنيم، ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى بدون دربلاية واحدة يتنفذ الهجمة وتنجح في تسجيل بنات النادي الأهلي ملكات النادي الأهلي 2 بوينت جديدة بشكل رائع وجمالي. أيا الفئة تحت الباسكت واحد على واحد تروح وتسجل وتاخد فاول على دينا عمرو. أند 1 لصالح أيا الفئة. أيا الفئة على الأند 1. لا تسجل، خمس محاولات لنادي الجزيرة على الفري ثرو ينجح في تسجيل ثلاثة من أصل خمسة. حبيبة بيكو لا زال نادي الجزيرة زون ديفنس 2 3 لبيكو مرة ثانية لسرايا، سرايا تقلب ملعب ميرال ميديم شوت بتاعة رنيم لكن بذكاء كده تنجح إنها تاخد فاول وخطأ شخصي على رضوى سالم لاعبة نادي الجزيرة. رضوى سالم وفاول. في تغيير تخرج حبيبة بيكو وتنزل ندى نافع. أولى المشاركات لندى نافع في أحداث المباراة. ميرال أشرف تستلم تسلم لدينا عمرو، دينا بتهوش بنتريشن من البيز لاين تروح على الباسكت لكن تعترضها فاطمة هاني بفاول وخطأ شخصي، وتاني الأخطاء الشخصية على فاطمة هاني
تاني الأخطاء الشخصية على نادي الجزيرة في عمر هذا الكوارتر. الفاول اللي ارتكبته فاطمة هاني. أوتسايد أهلاوي. ميرال أشرف سلم لسوريا، تلحق سوريا على طول. 10 ثواني على زمن الهجمة، ميرال أشرف لسوريا مرة ثانية. سوريا تحوش حلوة قوي، تقف وتروح وتشوط لكن لا تنجح في التسجيل. حبيبة حاتم على طول ديفنسيف ريباوند حاضر. تروح حبيبة لفاطمة هاني، فاطمة عايزة ترد بثري بوينت لكن بعيدة قوي وفي هنا خطأ وفاول. هنشوف على مين نخلينا مع واضح ان الخطأ على ميرال أشرف. فاول على ميرال أشرف. ميرال أشرف ثالث الأخطاء الشخصية على ميرال، رابع الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي. وشيء كيلي تستعد للمشاركة مرة ثانية. هنا في تكنيكال فاول. تكنيكال فاول أعتقد على ميرال أشرف. فيسرو غير ناجح من رضوى سالم. وتو شوتس لآية الفئة. هنا فاول ثم تكنيكال فاول. أصبح عدد الرميات هو 3 رميات. فريسرو أول لآية الفئة ناجح. وفريسرو ثاني لآية الفئة. ناجح أيضا. 77-53 شيك كيلي. العودة للملعب بدل من رنيم جداوي. سوريا قائم بدور أعمال البوينت جارد في النادي الأهلي. ميرال أشرف. ميرال للشيك كيلي على الهاي بوست. تطلع كيك أوت لدينا عمرو. دينا في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. ميرال في السكند شوت روعه لكن لا تنجح ايضا في التسجيل. ندى نافع بتحاول مع الكوره لكن ما بتلحقهاش. حبيبه حاتم في الاول ذا واي. تقف تستنى المسانده لسه. حبيبه حاتم سلم رضوى سالم. رضوى تروح على الواحد 1 ان 1 توصل لكن لا تنجح في التسجيل. شيك كيلي على طول بتطلع لسوريا. سوريا لدينا عمرو لكن كانت الكوره اسرع من دينا عمرو وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. 4 دقائق 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. نادين سلعاوي تعود الى ارض الملعب مرة ثانية. مكان هل مكان دينا عمرو؟ كنز خورشيد فعلا مكان دينا عمرو. هندوف على طول مع حبيبة حاتم. حبيبة تعدي بالسكرين تروح وتوصل سلم لآية الفئة. آية تطلع كيك اوت لفاطمة هاني على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول شي كيلي. شي تبدا تهدى على ملعبها. سلم لسوكا. سوريا لسه زون ديفنس نادي الجزيرة. نادين سلعاوي تقلب على طول باصة حلوة قوي لندى نافع. لسه ندى نافع بتسيطر عليها. تباصي لميرال أشرف كيك اوت على طول تاني عند سوكا. سوكا في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم ميرال أشرف سكند شوت وتسلم نادين سلعاوي قبل ال 14 ثانية وما تجيبش وتنجح. شي كيلي لا ما تنجحش والله لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على رضوى سالم. بعد صراع على الكرة كده من شي كيلي تنجح انها تاخد الكرة تراي على الباسكت وترتكب معاها رضوى سالم. فاول واوتسايد لصالح نادي الاهلي. 5 فاول على رضوى سالم. ارتكبت الحد الاقصى من الاخطاء هو 5 فاول. خرجت رضوى سالم نزلت مكانها تمارا سيد ونزلت ايضا في الاهلي يارا اسامه. اوتسايد اهلاوي. يارا اسامه قطع سلمت شي كيلي. شي ليارا اسامه. يارا في ال 1 1 تلف وترتكس سلم حلوه قوي الاسيست لنادين سلعاوي لكن نادين لا تسجل على طول. ديفنسيف ريباوند عند ايه الفئة تسلم لفاطمه هاني لكن بعيد عن فاطمه هاني وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي.
سريع تبدا الهجمه للنادي الاهلي اخر اقل من 3 دقايق ونص على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. نادي السلعاوي للشي كيلي شي سلم لندى نافع، ندى نافع قطع سهوله جدا تنجح انها تاخد فاول على تمارا نادر وتو شوتس لصالح ندى نافع. 33 هي تمارا نادر و77 53 على نتيجه احداث الكوارت الرابع والفري ثرو الاول نجح لصالح ندى نافع. فري ثرو ثاني لندى تنجح ايضا في التسجيل. كنزي خورشيد تسلم لحبيبه حاتم لكنزي مره ثانيه زون ديفنس النادي الاهلي. بصات سريعه عند فاطمه هاني لكنزي زون 2 3 النادي الاهلي. فاطمه هاني تقلب لحبيبه حاتم في الاوبن شوت على 3 بوينت اير بول لما على طول شي كيلي شي تطلع ليارا اسامه. يارا تقلب على طول لسرايا، سرايا في الاول ذا واي، سرايا مستنيه الدعم جت لها شيلي سلمت ليارا اسامه تحت الباسكت واحد على واحد. يارا بتلف بشمالها السيمي هوك لكن لا تنجح في التسجيل. حاول معاها مره ثانيه وتسلم نادين سلعوه. نادين في الباور لياب لكن ترافلين ووكن على نادين سلعوه. اوتسايد لصالح نادي الجزيره. كنزي خورشيد من الجزيره تبدا الهجمه. سلم لفاطمه هاني في البيز لاين ايه رفيقي. راح على طول شيك كيلي تقلب الملعب على طول ليه كنزي خورشيد بصات سريعه عند حبيبه حاتم قطع لها تمارا نادر في الباك لياب. لا والله طلعت الكيك اوت لايه رفيقي تحت الباسكت لوحدها. كيك اوت لفاطمه هاني اللي بتدور على 3 بوينت وراحت بالفلوتر شوت لكن هنا ووكن وترافلينج كابتن رنا خالد بتحتسبه على فاطمه هاني. تيرن اوفر على فاطمه هاني واوتسايد لصالح النادي الاهلي. شيك كيلي تستلم الكره من سرايا تسلم ليارا اسامه. يارا تقلب الملعب لسرايا في السكيب باس باصه حلوه قوي لندى نافع من سرايا في الباك لياب ما تنجحش في التسجيل. حاول معاها ندى نافع لكن توصل في الاخير الى حبيبه حاتم سيطر على كرتها. حبيبه تقلب الملعب لتمارا نادر تعدي تمارا قبل الثمان ثواني تسلم لكنزي خورشيد. فاطمه هاني في الاوبن شوت فاطمه لا تنجح في التسجيل. صراع على الكره ينتهي لصالح تمارا نادر واوت سايد على النادي الاهلي. 79 53 اخر الدقائق المتبقيه على التتويج. النادي الاهلي ملكات النادي الاهلي. تمارا نادر تروح وتسلم لكن هنا في فاول على يارا اسامه. يارا اسامه وفاول وخطا شخصي جديد وتو شوتس لتمارا نادر. فري ثرو اول لتمارا. لا تسجل. فري ثرو ثاني لتمارا نادر. لا تنجح ايضا في التسجيل. لما على طول ندى نافع وتسلم لسرايا. سرايا تبدا الهجمه سرايا وتسلم لشيك كيلي. سرايا مره ثانيه. بصات سريعه من النادي الاهلي. لسه شيء معاه كرة تقلب لسرايا، سرايا في الاوبن شوت سرايا لا تسجل. لما على طول تمارا نادر من نادي الجزيرة تبدا الهجمة. تمارا تمارا تسلم لكنزي خورشيد. حبيبة حاتم في الدرايف من والميدل وتروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. تخبط في ايد ندى نافع وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. لو زملائنا في الاعداد كده نلقي نظرة سريعة على اللوحة بعد انتهاء الهجمة. وادي تمارا نادر تقف على الاوبن شوت وتشوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. شي كيلي على طول في الديفنسيف ريباوند حاضره وتروح في الاول ذا واي واحد على واحد شي تروح وتخلص لكن لا تنجح في التسجيل. الكره كده تتخبط في ايد حبيبي حاتم وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تغيير يجري الكوتش عمرو عاصم هتخرج كنزي خورشيد. دقيقه 28 ثانيه متبقيه زي ما حضراتكم شايفين 79 53 شكرا لزملائنا. ونزلت مكانها جانا وائل رقم واحد بدل من كنزي خورشيد. ندى نافع لنادي سلعاوي في الدرايف فلوتر شوت راحت لكن ما تنجحش في التسجيل. ندى نافع بتحاول معاها مره ثانيه فعلا هنا في ايه في هنا جامبول والحيازه
لصالح الجزيرة. كرة مع جانا وائل. جانا وائل طبعا حد يقول لي تعمل كده ليه؟ عشان التايم ما يتعدش، توصل وتستغل 24 ثانية كاملة. جانا وائل تطلع لتمارا نادر، تقلب الملعب على طول لحبيبة حاتم في الدرايف من الميدل، تطلع السكيب باس على طول عند فاطمة هاني. فاطمة تحاول تشوط لكن تخترق في الأخير ولا تنجح في التسجيل، تلم على طول ندى نافع تسلم للسوكة، سوكة تبدأ الهجمة. سوكة خلاص الثواني الأخيرة، نقدر نقول ألف مليون مبروك للنادي الأهلي والأهلوية على الفوز بدرع الدوري السوبر سيدات. ملكات النادي الأهلي يتوجنا لموسم 22-23 بدوري السوبر، وادي الهجمة الأخيرة ليارا أسامة اللي تنجح إنها تاخد وتحصل على فاول من آية الفقي ومعاها تو شوتس لصالح يارا أسامة. خلاص نقدر نقول مليون مبروك وتكنيكال فاول. كابتن عمرو زاهد يحتسبه على يارا أسامة. وتو شوتس ليارا أسامة ثم تو شوتس لآية الفقي. يارا أسامة خمسة فاول، خمس أخطاء شخصية على الشوط الأول. أعتقد أنها الشوط الأول، لا تم تغييرها، خمسة فاول. خلاص خمسة فاول، رمية وعودة إلى التو شوتس. نزلت حبيبة بيكو مكانها، رمية للجزيرة وعودة للتو شوتس اللي حصلت عليهم يارا أسامة. وادي حضور أسطورة كرة القدم ورئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والكابتن عمرو فاروق نائب الرئيس، وأيضا حضور للسيد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. وادي فاطمة هاني على الفري ثرو لا تنجح في التسجيل. وعودة إلى التو شوتس، حبيبة بيكو هي اللي هتقوم بهذه المهمة. تو شوتس الحبيبة بيكو بدلا من يارا أسامة. وادي بيكو على الفري ثرو الأول. بيكو فري ثرو أول ناجح 80-53، أقل من نصف دقيقة على انتهاء أحداث الكوارتر والمباراة. خلاص زي ما قلت لحضراتكم مبروك فنيا إكلينيكيا، المباراة انتهت لصالح النادي الأهلي. حبيبة بيكو تنجح في تسجيل فري ثرو الثاني 80-53. خلاص ثواني وتنطلق ويعلن رسميا فوز النادي الأهلي بلقب دوري السوبر لموسم 22-23. لكن خلونا مع اللحظات الأخيرة. دوري السوبر الممتاز يعتليه في القمة النادي الأهلي، ملكات النادي الأهلي تعتلي قمة الدوري السوبر الممتاز، دوري اللا هزيمة للكوتش طارق خيري، 48 مباراة في الموسم بدون هزيمة طبقا لإحصائيات هذا الموسم. ألف مليون مبروك لملكات السلة بكرة السلة للنادي الأهلي بقيادة الغزال الكوتش طارق خيري البطل هذا الموسم لمنطقة القاهرة. كأس مصر دور المرتبط دور السوبر وكأس السوبر، خمس ألقاب من خمس بطولات يحصلن عليها ملكات كرة السلة بالنادي الأهلي. فرحة البنات وفرحة الملكات بالتتويج، لكن في نفس الوقت لابد أن أشكر وأشيد بدور نادي الجزيرة والكوتش عمرو عاصم اللي تفوق السنة دي على نفسه بفريقه يعتبر من معدلات الأعمار المتوسطة، واستطاع تحقيق مفاجأتين السنة دي بأنه يصل إلى النهائي كأس مصر أمام الأهلي عن طريق فريق نادي سبورتنج الكبير، وأيضا يصل إلى نهائي دوري السوبر أيضا عن طريق الكبير نادي سبورتنج. مليون مبروك لملكات النادي الأهلي بقيادة الغزال الكوتش طارق خيري. والآن مع لحظات الفرحة والسعادة المتواجدة بالحصول على اللقب هذا الموسم، آخر حصول للنادي الأهلي على لقب ملكات كرة السلة كان موسم 2019-2020، والكوتش طارق خيري هو الكوتش، يعني إن لم تخن الذاكرة هو الكوتش الوحيد في النادي الأهلي اللي حصل على بطولة الدوري وكأس سيدات، وحصل أيضا على بطولة الدوري وكأس سيدات رجال
حصل عليها حينما كان مديرا فنيا في النادي الاهلي للدرجه الاولى رجال، وحصل عليها هذا الموسم مع سيدات النادي الاهلي. فرحه اللاعبات ندى نافع، شيكيلي بترقص بالمصري، خلاص شيكيلي بقت مصريه. شيكيلي، سوريا، فريده وائل، رضوى محمد، يا رأسامة، دينا عمرو، ميرال اشرف، نوى شتا، رنيم جداوي، نرمين ايمن، جايده خالد، كوتش طارق خيري، كوتش كريم اسماعيل، كوتش علياء محمود، مدير اداري الكابتن